سنوات مرت وهذه العوائل تنتظر مصير ذويهم الذين اعتقلوا على أيدي قوات حكومية منذ 7 سنوات، وعملية البحث لم تتوقف من قبلهم، الذين أصبحوا لا يريدون إلا معرفة مصيرهم الذي أصبح مجهولا وغامضا. 2014 داهمتنا قوة عسكرية الساعة 1:30 بالليل، 3 سيارات، كان ما نعرف شكلنا احنا شنو. كانت هنا احنا ضمن قاطع بلدروس، كان لازم القاطع شرطة اتحادية من عبارة، والسيطرة كانت هناك وعارضة موجودة وسيطرة كلش طبيعية موجودة. جتنا قوة ملابسي ملابس يعني مطعمة ملابسهم، وياهم ضباط وسيارات يعني همرات وسيارات، هواي جوي جوي للبيت، كسرة والباب كسرة والشبابيك والقزاز، أخذوهم من دون سبب، أخذوهم وطلعوا. رحت أصيح وراهم عيط، الضابط قال لسه تحقيق ربع ساعة ونرجعهم، والربع ساعة صار لنا 7 سنين لحد الآن ماكو كل خبر عنهم. وطالب أهالي المفقودين الحكومة بالكشف عن مصير ذويهم الذين انقطعت أخبارهم منذ اللحظات الأولى لاختفائهم، وهل هم موتى أم أحياء؟ أريد مصيرهم شنو يعني؟ ميتين؟ عدلين؟ شنو يعني الجهة الخذتهم؟ ما نعرف والله. للناصرية رحت، للمطار المثنى 5 نوبات، للشعبة 5، ما أخليت يعني بلدة تحتب على وين ما أروح. أدق حاسب يقول لي ماكو، يعني أنا وين أروح؟ وين أود أطفالهم؟ وين أود نسائهم؟ أنا عندي 6 أولاد وطلعت حتى من ديرتي، يعني تحجرت أقولها بصراحة، تحجرت أنا حتى من بيتي. زين وموظف هو صحة بالصحة مساعد طبيب، زين أنا شنو ذنبي أنا حسب هذه؟ لا أنا أعرف رجلي ميت، لا أنا أعرفه عدل، يعني أريد فد شيء بس فد ضمان يضمن لي بين يقول لي رجلك موجود إرهابي ياباني وروح أراجع، مطلوب على فد قضية قولوا لي القضية شنو. أهالي المفقودين يرددون عبارة سجون سرية أم مقابر غير مكتشفة عندما يتحدثون عن مصير أولادهم، خياران كلاهما صعب، لكن الأول يحمل بصيص أمل، أما الثاني يعزز الألم ومرارة الفقدان. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.